فعلا نرفع ألمنا ونفتخر وكل عام ديرتنا بألف خير وأمن وأمان. إذا مشاهدينا نبدي معكم أولى فقراتنا وضيوفنا. كلنا نعرف العناية بالمولود الجديد يحتاج إلى الكثير من التثقيف والوعي، وأن الأم لابد أن تكون مهيئة لطفل جديد اللي تقدر تعبر أو اللي ما يقدر يعبر عن جوعه أو ألمه إلا بالبكاء. وبهذه المناسبة حب أن نسلط الضوء اليوم على هذا الموضوع اللي يهم الكثير من البنات. أفنان الصالح معانا ضيفة مثقفة لاماس معتمدة للولادة واختصاصية للعناية بالمولود. صباح الخير وحياك الله معنا. صباح النور، يا هلا فيكم. حياك الله معنا أستاذة أفنان في برنامج شاي الضحى. في البداية ودنا نتكلم عن أسس العناية بالمولود. في البدايات احنا لما نتكلم مع الأمهات المقبلين على الولادة، خصوصا إذا كان أول طفل لها، فنحرص أن هي تتعلم الأساسيات. من هذه الأساسيات أنه يعني مثلا شلون تغذي الطفل، تستجيب حق احتياجاته، الحمام مثلا للطفل، التغيير، الملابس، شو اللي تحتاج تستعد له قبل ما يجي الياهل، بحيث لما يجي الطفل او لما تولد الام تكون متهيئه نفسيا وعارفه حجم الخطوات او الاستعدادات اللي هي لازم تسويها لما يكون البيبي موجود. نعم. اذا افنان، الأم تحتاج إلى دورات تثقيفية، بدورك كيفية العناية أو توفير مثل هذه الدورات إلى البنات عشان تهتم في الطفل؟ طبعا هذا شيء وايد ضروري. يعني احنا في امهات يونا يستغربون يقولون انتم بهذه الدورات شنو راح تعلمونا؟ يعني هي امور بديهيه، انا لما يطلع الياهل راح اعرف اتعامل معه. لكن ينصدمون ان اثناء الدوره في معلومات ما مرت عليهم، في معلومات تغيرت، يعني خلينا نقول مثلا العشر سنوات اللي طافت في توصيات كانت مقدمه من بعض المنظمات، تغيرت هذه التوصيات. فحتى عنايه الام حق الاطفال تغيرت، في اشياء جديده طلعت معانا تساعد الام وتسهل عليها ان هي تهتم بطفلها. نعم. استاذه افنان، كمسمى وايد لفت انتباهي، ودي يعني اوضح ايضا للمتابعين شنو يعني مثقفه لاماز. لاماز هي منظمة دولية أنشئت يعني سنة 1960. وهذه المنظمة كان يعني هدفها الأساسي والرئيسي أن تعطي القوة والدعم حق الأم أثناء الولادة أن هي تتخذ قراراتها ما يتعلق في ولادتها. وهذه المنظمة خلال السنوات الستين اللي طافت حرصت أن هي تدرب مثقفين حق الولادة، سواء طبعا يعني إناث أو ذكور. مثقفين الولادة هم الداعم الأول للأم، يفهمونها مثلا شنو ممكن تتوقع أثناء غرفة الولادة، شنو تتوقع من الولادة، كيف تتعامل مثلا مع الألم، كيف تتعامل مع الاستشفاء ما بعد الولادة. وايد أمور تساؤلات تكون عند الأمهات، ما يكون لهم الفرصة أنهم مثلا يسألون الطبيب، أو تحس أنه مثلا أنا أستحي أسأل، أو هذا السؤال مو في محله أو مو اختصاصي. فهنا هي دور المثقفين والداعمين للولادة. نعم. أستاذة أفنان، من هم الذي يحتاجون إلى الدورات التثقيفية؟ هل الأمهات حديثات الأمومة، أم الأمهات اللي عندها أكثر من طفل ولكن نقول في سنوات فارقة ما بين الأثنين؟ والله صراحة إحنا يعني في الدورات بالسنوات اللي طافت اللي قدمناها راح تنصدمين اقول لك ان في يدات حضروا الورش عندنا. الازواج كذلك يحضرون عندنا الورش، يكونون حريصين انهم يعني يبون يعرفون شنو دورهم بعد الولاده، انا كأب شنو ممكن اسوي. طبعا بالنسبه حق الامهات، طبعا الامهات لاول مره او في الحمل الاول او الطفل الاول هم التركيز والاساس، لان تكون اول تجربه لهم، واحنا بيها تكون تجربه جميله ولطيفه نقلل فيها من اكثر يعني كثر ما نقدر من المصاعب اللي ممكن تمر فيها الام. كذلك في الحمل الثاني والثالث، مثل ما قلت ان احنا كل 5 سنين كل 3 سنين قاعد تغير وايد توصيات من المنظمات، فنحرص ان حتى الام ترد تثقف نفسها اكثر، اذا في اشياء تغيرت تتعلمها بحيث ترعى طفلها بشكل افضل. يعني نعم، ايضا صحه المراه ونفسيتها تاثر على المولود بشكل وايد مباشر، وكثير من السيدات مع التغييرات الهرمونيه تاثر على نفسيتهم خاصه في فتره النفاس ما بعد الولاده. شلون ممكن تتعامل المراه مع هذه التغييرات الهرمونيه في جسمها علشان تكون متزنه نفسيا؟ صح، احنا يعني في مجتمعنا يمكن شوية الأم يكون صعب عليها أن تتقبل فكرة أن أنا عندي مشكلة مثلا صارت لي خصوصا الاكتئاب ما بعد الولادة. نعم. فإحنا أول شيء ندعوها حقي أن هي تتكلم عن هذه المشكلة مع أحد قريب. إذا حسينا أن الموضوع استمر إلى أكثر من 6 أسابيع أو في مثلا بعض الأعراض الثانية، فطبعا أنا كمثقفة ولادة أنصح أن هي تلجأ حق استشاري خاص أو طبيب نفسي. وهم نفهمها أن هذا مو عيب أو غلط أن هي تلجأ حق أحد مختص وتطلب منه المساعدة.
نعم. عادة يعني هذا التغيير الهرموني شيء طبيعي يكون حق الأم أثناء الحمل ومن ثم بعد الولادة، ونشوف نسبة كبيرة من الأمهات بعد الولادة يشون في نوع من الاكتئاب بسبب انخفاض الهرمونات أو لخبطة الهرمونات. طيب من خلال تعاملك مع البنات، أكثر المشاكل اللي كانوا يعانون منها نقول الجيل الحالي أو البنات الحديثين الأمومة؟ القرارات. يعني مثلا أم تقرر أن أنا مثلا متجه حق الرضاعة الطبيعية، أم تقرر أن هي تعتني بالطفل بشكل مباشر، وتواجه هذه التحديات مع المجتمع وأحيانا حتى مع العائلة القريبة والصغيرة، أحيانا نعم. حتى مع الزوج. فهذه من بعض الصعوبات اللي تمر فيها الأم. تسمعينها مثلا لما أنتي مثلا تطلب استشارة أو شيء، تقول مثلا فلانة قالت لي أسوي شيء الفلاني، فلانة قالت لي أسوي كذي. نعم. لكن لما نرجع احنا حق اساس، ما في اي احد اختصاصي اعطاها نصيحه، هي مجرد اراء الناس. فهذا طبعا يولد ضغط عند الام، تحس ان انا يعني في وايد اراء، في وايد اشياء ممكن اسويها، وبالتالي صعب عليها دورها، تحس ان انا يعني في ضوء فوقي، انا كل من قاعد يطالعني شلون بتعامل مع الطفل، فتحس انه وايد صعب. والست اسابيع بعد الولاده يعني هي المفروض فتره استشفاء، المفروض هاي الفتره الام تاخذ فيها يعني وقتها في التعامل مع الطفل، وقتها في انها تريح نفسها لان هي مرت في ولاده 9 أشهر كامله من الحمل، وممكن بعد حتى اكثر من 9 أشهر، فنعطيها فرصه ان هي تتكلم وتعبر عن نفسها وتلجا حق شخص يعني ممكن انه يساعدها ويساندها. نعم. استاذه فنان، كثير يعني ما نسمع عن موضوع شلون تهتمين بالمولود، موضوع الرضاعه، التعامل معاه، تمهدينه ولا ما تمهدينه، وهذه الامور اللي توجه للام خاصه اذا يعني اول مولود لها، ينصحونها بهذه المواضيع، يعني مسؤولياتها الجديده تجاه هذا الطفل. لكن نادر ما نسمع شلون ان الام تستمتع بوقتها مع طفلها. يعني أنا أشوف في بعض الدول عندهم مراكز أن الأم تروح مع المولود تتعلم شلون تلعب معه وتستمتع مع هذا الطفل، لأن هذه اللحظات وهذه الأوقات تكون مهمة للمولود وللأم نفسها. فش كثر مهم أن الأم تقضي وقت ممتع مع طفلها؟ احنا نحرص عليهم حتى في ورشنا أن في شيء يسمونه اللي هو فترة الاستلقاء على البطن، وممكن الأم تنفذه يعني من بعد الولادة مباشرة. نعم. اللعب مو معناته أن أنا أحط ألعاب وايد، إحنا نبي بس من الأم أن هي تأخذ وقتها في التعامل مع الطفل، لا تحس أن كل شيء جدول ولازم أي شيء بالساعة. نعم. أخذ راحتك، تعاملي مع اللي يصير، استجيبي حق مؤشرات وحاجات الطفل. الطفل ما راح يتكلم من الأيام الأولى والأسابيع ولا حتى السنين الأولى على ما يتعلم أنه يتكلم، لكن في مؤشرات ثانية يعطينا إياها الطفل، حركة جسمه، إيماءاته، بعض الأصوات يطرحها. طبعا البكاء هو آخر يعني المؤشرات ممكن يعطيها الطفل إذا كان منزعج من شيء أو يعان. صح. أو ففي وايد مؤشرات، إحنا نعلم الأمهات شلون يفهمون هذه المؤشرات. أحيانا الطفل محتاج بس أن الأم تتكلم معه أو حتى تغني له أو يسمع صوتها، تقرأ قصة، فإحنا نبدي نقول لها أن هذه الأشياء إحنا نسويها من أثناء الحمل. الطفل يسمع وهو في بطن أمه، تكلمي معاه، سولفي معاه، فحتى لما يطلع الأم تحس أن أنا كنت أسوي هذا الشيء من قبل والحين أنا قاعدة أكمل أسوي، فبالعكس تحس بأهمية هذا الوقت وتبذل يعني تحطه داخل جدولها، تبذل مجهود أنه تقعد مع الطفل تلعب معه. نعم. طيب شنو نوع الدعم اللي تحتاجه الأم عادة بعد الولادة غير الدعم الغذائي، الحسو والعصيدة؟ طيب. الأشياء هذه طبعا. الغذائية هي أشياء توارثناها. صح. في هذا الزمن يقول لك لا لازم تبتعدين عن الأشياء، ولكن هذه صارت عادات وتقاليد وموروثات. صح. سبحان الله، ما في واحدة يعني ولدت ما أكلت أو ما جربت هذا النوع من التغذية. الدعم اللي تحتاجه الأم ما بعد الولادة؟ بصراحة أهم شيء في الزمن الحالي الدعم النفسي. دوائر الدعم، سواء يعني أصدقاء أو معارف أو حتى مجرد يعني أمهات مروا في نفس التجربة، يعني مثلا أم عندها صعوبات في الحمل، لما تقعد مع مجموعة من الأمهات هم كان عندهم صعوبات في الحمل تحس بالارتباط، تحس أن هذه مساحة أو مسافة آمنة أنا ممكن أتناقش معاهم فيها. فشوي يعطيها دافع أن أنا مو بروحي، أنا معاي ناس، خصوصا إذا كان في اختصاصيين موجودين معاها راح يعطونها دعم بعد أكبر. تحس أن هذا المجال أنا ممكن أستشير أتكلم فيه، ما حد راح يقول لي رأيك غلط ولا أنت شنو قاعد تقولين، أو يتصدع على طول حق أفكاري. فدوائر الدعم النفسي والحين طبعا متوفرة بكل مكان. نعم. صارت أونلاين وايد سهلة، كل اللغات موجودة،
فممكن الأم تلقى اللي يناسبها وتحصل دعم من إناث بنفس سنها بنفس وضعها، يعني خلينا نقول مثلا الأمومة سواء عندها طفل أو اثنين أو أكثر يعني. نعم أستاذة أفنان، لما أنتي تقدمين هذه الدورات للسيدات، هل التوجيه للسيدة اللي والدة ولادة طبيعية تكون مشابهة للنصائح والتوجيهات للسيدة اللي ولدت ولادة قيصرية؟ من ناحية التعامل مع الطفل وما بعد الولادة وتغذية الطفل، فبالغالب تكون النصائح جدا متقاربة. لكن الأمهات اللي مروا مثلا بالولادات القيصرية سواء كانت اختيارية أو حتى طارئة، فإحنا نعطيهم مجال أكبر أنهم يفهمون الحالة اللي هم فيها، بحيث أن يتعاملون معها بطريقة مناسبة. إحنا ما نبي الأم تعيش في نكران أن صار اللي صار وخلاص ما بيعرف أو ما بيتكلم عنه، بالعكس تكلمي عنه، فهمي، عرفي أنت ليش مريتي بذاك الموقف يعني، بحيث أن الأم تتقبل اللي صار معاها وتتعامل أفضل مع نفسها ومع الطفل. نعم. طيب أستاذة أفنان، نرى أن الأوزان المولود تختلف من طفل إلى طفل، وأيضا هناك الخدج. من خلال نقول الدورات التثقيفية، يعني تعلمونهم كيفية حمل الطفل، كيفية رضاع الطفل، يعني حابة تعطينا بعض المعلومات اللي تعطينها بالدور، خصوصا أكيد يتابعنا الحين ناس أو أمهات على وي ولادة. يمكن من أغرب المواضيع اللي احنا نتكلم فيها، ويعني أول ما نحطها مثلا بالدورة أو بالورشة أشوف وجوه الناس، أنه يعني أنت الحين متعلمين شلون نشيل الياهل، ولما نيجي نتكلم في الموضوع طبعا احنا نستخدم مجسمات صغيره او العاب صغيره يدربون عليها الامهات والابهات كذلك، يوني يستغربون انه صح انا ما كنت ادري انه عادي اشيل الطفل بهذه الطريقه، او عادي احمل الطفل وهم عمره مثلا ساعات بهذه الطريقه. فاحنا نتكلم عن كل الطرق، لان انا ما ابي الام ماسكه الطفل بوضعيه معينه خصوصا في الاسابيع الاولى، ظهرها راح يعورها، راح تحس مثلا يمكن يحوش شد عضلي، راح تتعب. احنا نبي نعطيها المجال والحريه ان هي تشيل الطفل بطريقه يعني مريحه لها وللطفل، بدون ما يعني طبعا يتاذى او يتعور او اي شيء. نعم. بس تحرص ان والله مثلا الرقبه مسنوده، الراس مسنود، مقعده الطفل مثلا ماسكتها بايدها، تحرص ان مثلا ما تكون الام دايخه او تعبانه، تكون بصحتها مثلا، ما تكون مثلا ماخذه ادويه تؤدي حق يعني تخليها مثلا الدوخ او شيء. نعم. وتقدر تحمل الطفل وهي يعني مرتاحه. نعم. كثير يعني من الاحيان نلاحظ ان يتم تجاهل دور الابو في هذه المرحله، خاصه بعد الولاده، يعني 40 يوم احس فتره طويله ان الطفل بعيد عن ابوه، المفروض يكون ايضا محتاج ابوه، فهذه المعلومات ايضا تقدمينها للاباء يعني كرجال، في انهم يهتمون في تواجدهم واهتمامهم ويكون عندهم ثقافه في التعامل مع الطفل. صح. احنا وايد نشجع الابهات انهم يحضرون، لدرجه انه يعني نقول لهم ان حضوركم مجاني بس تعالوا مع الام. نعم. ليش؟ لان هم راح يكونوا الداعم الاول والاساسي لها، هو موجود مثلا في غرفه الولاده، هو موجود اثناء فتره الحمل كلها. فليش مجرد ما تولد الام يختفي وجود الاب؟ صح. بسبب الثقافه المجتمعيه اللي عندنا. مو غلط ان الام تظل مثلا في بيت اهلها، بالعكس هي قاعده تتلقى افضل عنايه واحسن رعايه اثناء يعني وجودها في بيت الاهل. لكن لازم نعطي الابو دوره. احنا قاعد نصدم الابو، بعد الست اسابيع الام ترجع البيت ومعها ياهل صغير، هو ما سمع يبكي، ما سهر معه. فنقول تدريجيا ندخل الابو، نشركه في امور بسيطه، وان كان تغيير ملابس، تغيير حفاظه، حمل الطفل، تهدئه الطفل اذا كان منزعج. تدريجيا اذا كان هو له دور اكبر يعني من اثناء الولاده والست اسابيع الاولى في حياه الطفل، فلما الام عندنا في مجتمعاتنا بعد ما تنتقل الى منزلها مره ثانيه، الابو راح يكون متهيئ ومتعود على هذه الاجواء. نعم. طيب افنان، نقول منظمه لاماز هل تسلط الضوء على الجانب الطبي؟ يعني بعض المواليد يكون عنده خلع، يكون عنده ذوي الاحتياجات الخاصه، يكون عنده فرضا داون، بعض الاطفال ما يشوف، يعني ايضا انتم تسلطون الضوء على هذا الجانب الطبي، تعطون في دوراتكم كيف تكتشفين مولودك اذا كان يعاني من امراض او يعاني من عارض؟ اذا لا سمح الله الطفل كان عنده بعض يعني بعض الصعوبات، او لا سمح الله بعض الاعاقات او المشاكل يعني الصحيه، فاحنا الخطوه الاولى نسويها حق الام الدعم النفسي. غالبا الامهات يعني ما تعلمون طريقه الفحص؟
يعني شلون تشوفين طفلك؟ يعني اغلب المواليد يكون عندهم خل احيانا، يعني ما تعلمون هذا التكنيك تشيكي على ولدك، بالاضافه الى حمله ورضاعته ومهاده، ما ادري المهاد يصير ولا ما يصير، احنا مهد عيالنا. في بعض بل احنا ننصح ان الام تمهد الطفل، لكن في اوقات معينه يعني، لكن بشكل عام اذا كان الطفل لا سمح الله عنده اي ظرف او عارض صحي، احنا دائما ننصح الام ان هي تتوجه حق اختصاصي. في امهات ما يكونون فاهمين المشكله عدل، فما يتعاملون معها بالطريقه المناسبه. نحرص عليهم ان لا، روحي راجعي، روحي شوفي المواعيد، لا سمح الله اذا كان في شيء ممكن نداركه، شيء ممكن نقلل من الخطر او نقلل من المشكله. فاحنا نكون يعني مجرد الدعم، لان هذا مو اختصاصا ان احنا ندخل في المشاكل الصحيه او المجال الصحي هذا، احنا مجرد نعطي حق الام الدعم والتثقيف ان هي شخصيا شلون تتعامل مع الطفل، ونحرص عليها ان هي تراجع وتروح كل الاستشارات الممكنه حق طفلها. اطرقتوا حق موضوع الامهات، فودي اعرف يعني الطفل اللي عاند، يعني غالبا ما نشوف المواليد انه في اطفال هادين ما يتحركون، بس في طفل لا يبي يطلع ايده يبي يتحرك، فشو ممكن الام تتعامل مع هذا الطفل الحركي اللي يرفض انه يتم تمهيده؟ احنا لما نتكلم عن مهاد الاطفال نعطي السلطه حق الطفل. أوكي. نقول حق الام ممكن تشترين 3، 4، 6، في امهات يحبون ينوعون بالانواع والاشكال، الحين طبعا ما شاء الله طلعت عندنا وايد انواع. لكن لما تجي الام تستخدم المهاد، طبعا في خطوات لازم تتبعها عشان نحرص على سلامه الطفل، منها ان مثلا المهاد ما يكون مرتفع اكثر من ارتفاع الكتف، يكون نازل بحيث انه اذا لا سمح الله صعد القماش ما يحوش مثلا فم او انف الطفل ويسبب له مشكله. يعني نحرص ان نشوف حاجات الطفل. الاطفال اللي يبدون يطلعون ايدهم وايد ونحس ان المهاد ما يكون مناسب لهم، فاحنا تدريجيا نقول حق الام لا تمهدين الايد، مهدي باقي الجسم. المهاد نستخدمه اذا كان الطفل منزعج، لكن اثناء النوم نترك الطفل مثل ما هو مرتاح ونايم. المهاد نستخدمه كمحاكاة لوجود الطفل أثناء يعني مثل ما كان في رحم الأم، لكن إذا الطفل ما كان منزعج وهادي فإحنا ما نحتاج نستخدمه وايد، يعني مثل ما قلت نحتاج نستخدمه أثناء يعني تهدئة الطفل إذا كان منزعج. نصيحة حابة توجهينا حق الأمهات اللي يتابعونا؟ بصراحة يعني من أهم النصائح أنا ممكن نعطيها حق الأم التثقيف، أنهم يحرصون لا تحس أن مثلا أنا توني في أول الحمل، تو الناس من بداية الحمل، ثق في نفسك قدر المستطاع، سواء الامور متعلقه بالحمل، بالرضاعه، بتغذيه الطفل، حتى بالعنايه فيه. يعني احنا نركز على الولاده وايد صح. الولاده ممكن تكون يوم واحد وراح ينتهي، بس بعدين احنا عندنا اسابيع بعد الولاده راح تتعاملين فيها مع الطفل ومع جسمك، فثقي في نفسك قدر المستطاع. ثق في العائله حوالينك، بلغيهم بقراراتك من الحمل ان انا ابي اسوي الشيء الفلاني، مو لاخذ موافقتهم لكن للابلاغ، علشان لما مثلا الام تتخذ قرار الرضاعه الطبيعيه او تتخذ قرار الولاده الطبيعيه اللي حوالينها يكونون داعمين لها. نعم، يكون في حد يعني. نعم، اذا يعني نقول مشاعر جميله فاطمه، لازم على كل ام تستمتع في هذه المشاعر، احتضان طفلها الصغير. شكرا لك وحياك الله معنا. حياكم الله، مشكورين على هذه التجربه. اذا مشاهدينا ننتقل الى الفقره القادمه، والدكتوره عذاري الفضلي اختصاصيه علاج نفسي اكلينيكي، تابع معكم.